المدعدعين اللي هو ايه بيتكلم بجد. الشاعر الاستاذ سمير الامير. العاميه دي كانت وسيله استعمار للقضاء على اللغه العربيه. اولا بدايه لا احد يستطيع ان يقضي على هذه اللغه. اللغه العربيه اصبحت في حصانه دائمه الى ابد الابد. بمعنى انه لو شعب تعرض بعد العولمه وبعد الاجتياح الكامل للالفاظ الاجنبيه اللي انت دلوقتي بتمشي في الشارع نادرا ما تجد محل مكتوب عليه لفظ عربي، كان من المفترض والطبيعي جدا مع الاجيال الجديده اللي انت شايفها دي ان من المفترض ان الدنيا دي تضيع خالص وتكون سكينه. لكن لان اللغه العربيه هي لغه القران الكريم وكلنا بنتعلم الصلاه والدين مع الرضاعه ومع خلاص اصبحت هذه لا يخشى لا يخشى. عبد الله النديم بدا زجال شرم برم حالي الى الان، وهو مناضل ولم يكن الشعر ينفصل قيد انمله عن فكره الكفاح والنضال، وبالتالي كان الشعراء يسعى اليهم في المقاهي وفي المنتديات الادبيه العاديه اللي بيعملوها. ودي الازمه اللي حصلت اللي بيبرد لنا ليه الشعراء دول دلوقتي بقوا حاجه كده ايه لوحدهم، لان الشعر ده بقى خلاص بيتهيأ له ان الكلمتين اللي كتبهم دول هم اللي بيصنعوه. لكن عبد الله النديم لا، عبد الله النديم حتى بعض الاشياء اللي انتم بتسمعوها من الشيخ شعراوي وتقعدوا تقولوا اه كده الله سمعها من عبد الله النديم. يعني مثلا احد الاشياء البسيطه ولقد همت بي وهم بها لولا ان راها الشيخ شعراوي لك هم بها هم بي يعني بالا وهم بها اي دفعها دي النديم كاتبها هناك من زمان. النديم كانوا اساتذه، ما تقدرش تقول بقى ان دول كانوا شعراء. يعني ان هذا النديم اللي جه عاش في الدقهليه هنا في قرى بدوي وكده وكده وراح وطنطا والحتت دي، وفي روايه عظيمه اسمها العوده المنفى دي المعاطب النجف. يجي بعد النديم على طول يمكن ابرز حد طبعا كان فيروز القاضي.